عندنا النصاب القانوني اللي كيعطينا الحق باش نعقدوا المجلس الوطني، وجهنا المراسله للسيده رئيسه المجلس الوطني كطلبوا فيها عقد اجتماع ديال المجلس الوطني لمناقشه الازمه اللي كيعرفها الحزب والوضعيه التنظيميه وترتيب النتائج القانونيه عن ذلك. وغادي نشوفوا السيده رئيسه المجلس الوطني موقفها وشنو هي رد الفعل ديالها بناء على الطلب الاخرى. اللي بغيت نقول كذلك هو انه بالنسبه للجنه الاخلاقيات راه كتاخذ قرارات منفرده بينما في العالم كله ما يمكنش واحد يجيب لك واحد السيدي يقول لك عطي 60 ديالك، انت حكم كتعطي السيدي وكتعطيه شنو هي الملاحظات اللي عندك وكيستمعوا الاطراف. والخطوه الاولى اللي كان خصها تاخذها اللجنه الاخلاقيات هي تعرض علينا السيدي واش هو هذاك اللي تصور ولا تم التصرف فيه. ما قالوا لنا والو، جمعوا هذاك الشيء وعيط عليهم جلس معاهم صوبوا داك الشيء. على كل حنا عندنا وسائلنا. الخبر الثالث هو انه بالنسبه للقرارات ديال اقاله السيده الامناء الجهويين حنا راه غنمشيو للمحكمه الاسبوع المقبل، غادي نخدموا طعن على المحكمه الابتدائيه في الرباط ضد هذوك القرارات كلهم لانه قرارات غير قانونيه. وان الفصل 69 اللي كتذكروا اليوم عندنا المحضر وعندنا رساله السيد رئيس المجلس الوطني اللي كتثبت بانه تم التغيير. القرارات اللي جات من بعد يعني سحب التفويض من يناطر، بعد خمسه ديال الاعضاء من المكتب الفيدرالي، طرد الموسيقيين الجهويين ولا سحب ما نعرف شي حاجه بهذا الشكل، طرد كذلك السي احمد خشيشن من المكتب السياسي، يعني قرارات اقل ما يمكن ان نقول عنها انها قرارات طائشه صراحه. يعني نتفاجئ كل يوم بهذا النوع ديال القرارات اللي نستغرب كثيرا يعني القيمه والحنكه ديال الاستاذ بن شماش مع كامل الاسف. يعني كل ما يمكن ان نقوله انه ربما، حنا تنقولوا انه ربما بلا ما ندخلوا في تفاصيل كثيره، انه المحيط ديالو مع كامل الاسف يؤثر فيه بشكل سلبي واللي يقدر يكون عنده انعكاسات كبيره على هذا الحزب. سحب التفويض مني وسحب التفويض، انا تنوجه رساله للسي حكيم بن شماش رغم انه يعني دارها بواحد الطريقه يعني اخراج بائس، انه يجتمع المكتب السياسي وبالله راني بسحب التفويض مني انا شخصيا. يعني انا نقول له زيد حوايج اخرين الى عندك، ها مع كامل الاسف ماشي هذا هو التعامل ديال مناضل في مستوى هذا الحزب وفي المستوى حتى هو ديال المكانه ديالو. نتمنى رغم ذلك الاخوان كلهم اللي حاضرين هنا والاخوان اللي ما حاضرينش معنا، نتمنى انه يتم التراجع على مجموع ديال هذه القرارات، يتم كذلك الرجوع الى جاده الصواب باش يتلم الشمل ديالنا ونعطيو الصوره اللي كان مفترض واللي احنا راه مازال متمسكين بها، صوره ديال حزب الاصاله والمعاصره، صوره ديال حزب حداثي متجدد ديمقراطي. واحد المجموعه ديال العقلاء ديال الحكماء ديال داخل الحزب اللي كاين حتى كيمينيو السيد الامين العام كيزج بهذه اللجنه هذه، يستدعيها في اطار تجاوز صارخ للمؤسسه ديال رئاسه المجلس الوطني، على اعتبار ان لجنه التحكيم والاخلاقيات هي لجنه منبثقه عن المجلس الوطني، ويعقد الاجتماع ديال هذه اللجنه ديال التحكيم والاخلاقيات وكيجتمعوا في واحد جوج ساعه ولا ثلاثه ديال السوايع بدون ما يتصنتوا لهذوك الناس اللي معنيين بالقرارات، بدون ما يتبتوا من الاحداث والوقائع اللي تمات داخل اللجنه التحضيريه. المقطع ديال الفيديو اللي غادي تقدم ليهم، تقدم السيد الامين العام بمقطع انتقائي مقطع، حنا كنطالبوا بانه يوسع الدائره ديال التحكيم ويعطي لنا ذاك الفيديو ديال الاشغال ديال اللجنه التحضيريه كامله، يعطي لنا الفيديو ديال الاشغال ديال الدوره الاستثنائيه ديال المجلس الوطني اللي قرر فيها المصادقه على التعديلات المدخله على القانون الداخلي اللي اشتغلت عليها اللجنه التي كانت مكلفه بالنظر في مخرجات الدوره 22 كامله. راه 37 تعديل اللي تم الادخال ديالو وتم التصويت عليه في الدوره الاستثنائيه بالاجماع من طرف المجلس الوطني. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.